مشاهدينا مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقاء عدد جديد، وأكيد أنه من خلالكم تنرصد واقع من واقعنا. مرينا بتجربة اللي ما كانش سهل علينا، خلات فينا أثر أو برزات من خلال هذه التجربة عدة اضطرابات اللي خاصنا نوقفوا عندها. لهذا الغرض اليوم مشرفيني ومنوريني ضيفات كريمات اللي غادي نتناقشوا معاهم الحالة النفسية ديالنا. فغنرحب مباشرة بلالة مريم المنديلي، وهي كوتش في العلاقات الأسرية والبرمجة العصبية من كندا. مرحبا بك لالة مريم. ربي يخليك لالة سكينة، هذا شرف لي نكون معاكم. الله يطول عمرك. مرحبا بالأخوات الآخرين. مرحبا بك لالة اختك. كنرحب ايضا بالاخصائيه النفسيه لالة غيتا اجار من فرنسا. مرحبا بك لالة غيتا. الله يبارك فيك، شكرا، ميرسي بور لانفيتاسيون. لالة اختك مرحبا بك. وايضا كنرحب بالاخصائيه النفسيه ديالنا لالة حنان الشاوي من المغرب. مرحبا بك لالة حنان. مرحبا سكينة، ومرحبا بالناس اللي مشاركين معنا. صافي بليزير ديتر بارمي فو. لالة اختك مرحبا بكم، شكرا لكم على قبولكم الدعوة وتأسيسكم لهذا النقاش اللي اكيد انه غيكون ان شاء الله باذن الله ممتع معكم. بداية احنا جميع كنعرفوا بلي دزنا واحد التجربة اللي كانت صعيبة وصعيبة بزاف بتفاصيلها، ربما بمراحلها، كانت مراحل اللي صعيبة، كانت مراحل اللي كانت فيها استئناس، كانت مراحل اللي حاولنا نخلقوا فيها النكتة باش نقدروا نسيطروا على المشاعر اللي كانت في ديك اللحظة، ولكن ظهرت بعض الاضطرابات اللي ربما كانت عندنا مي ما كانتش واضحة بشكل كبير، منها لونغواس، لونكسيتي، واحيانا حتى بعض الناس اللي كانت كتعاني من الاكتئاب زاد برز يعني المظاهر ديالو. بعض الناس اللي ربما لقاو راسهم دخلوا في واحد لا ديبرسيون لانهم مولفينش يجلسوا ما يتحركوش ما يديروا حتى شي حاجه. غادي نبدا بتجربه من المغرب لالة حنان. المغرب كانت عنده واحد نوع من الخصوصيه لانه يعني فئه كبيره التزمت، ولكن واحد الفئه كانت مؤثره على عدم الالتزام. الناس جلست 24 ساعه 24 ساعه قدام بعضياتها، ظهرت مشاكل اسريه، مشاكل زوجيه، مشاكل في العلاقات بصفه عامه الانسانيه، ولينا على سبه شي مرات. فشنو هي قراءتك للتجربه اللي عشناها على المستوى النفسي؟ اولا كنشكركم يعني كاذاعه، وكنشكرك بالخصوص سكينه، لان طبيعه الحال زعما في حقيقه موضوع مثير ومثير للجدل. هذا ماشي يعني بان لي كونفلي ولا الصراعات الزوجيه ما كانوش قبل، ولكن بزاف ديال لي كوبل بحال الا كانوا كيعيشوا واحد النوع ديال الانكار، المجموعه ديال المشاكل عندهم والمجموعه ديال الاكراهات مع الحجر الصحي، ولا بحال الا واحد الصوره، داك الصوره المثاليه ما بقاتش باينه، يعني شحال من حاجه كانوا مغطينها الا بغينا نقولوا. وهذا الشيء مع الاسف ما خلقوش غير الحجر الصحي، يعني بحال اللي كيتقولوا كيتقولوا السياسيين، الحجر الصحي كان هو النقطه التي افاضت الكاس. يعني بيتيتغ ان فالي pour quelques couples، ماشي لكل شيء، بان هذا الحجر الصحي يكون هو اللي عطى هذه الصوره الحقيقيه. يعني شحال من كوبل واخا وصلوا يعني مع الاسف لا ديسيزيون اللي ما تيبغيها حتى شي مراه وما حتى شي راجل، اللي هي لو ديفورس طلق، ولكن في نفس الوقت كان واحد السولاجمون، كانت واحد الحقيقه، كانت واحد المصارحه مع الذات. يعني والاجمل من ذلك ان هذا لو كونفينمون خلى الانسان ياخذ القرار، يعني ما جاش جاب طريقه تدريجيه، يعني كان واحد الصبر اولي، كان واحد العمل جاد وشاق ان الانسان يصبر، كيف ما تنقولوا يصبر على الاخر، وهذاك الاخر حتى هو يصبر عليه. اولا كانوا يعني سنين وهما يعني عايشين وعارفين عارفين كي تنقولوا لي ديفو الا بغينا نقولوا ديال بعضياتهم، عارفين فين كاينين لي فاي، ولكن مع الحجر بحال الا كانت صراحه كان ان تروماتيزم سيكولوجيك اكثر ما هو يعني حقيقه. هادشي اللي خلى بزاف ديال لي كوبل مع الاسف يوصلوا للقرار، يعني كان كيتخاد بشكل كيف ما قلت تدريجي، ولكن كان قرار في النهايه. ولكن باش ما نكونوش متشائمين، مع
بالنسبه لبزاف ديال لي كوبل كان واحد كانت واحد واحد اللحظه ديال المصارحه الذات، ولكن ديال بناء واحد العلاقه من جديد. يعني فين كاينين الفايتات، فين كانت واحد المساءله، واحد الرجوع الى الوراء، فين خلينا راسنا ما تداركناش اخطائنا، فين خلينا مثلا في التربيه ديال الاولاد ديالنا، في العلاقات ديالنا مع العائله، في العلاقات ديالنا مع الاكستيريور، مع الانفيرونمون اون جينيرال. يعني با سولمون لو كوبل اون طونك اونيتي، يعني كوحده، ولكن لو كوبل فيزافي دو ليكستيريور، فيزافي دو لا في على ليكستيريور. يعني هذه كانت يعني الحمد لله هادو من بين الاشياء، واخا الاصدقاء ما تيبغيونيش نقولها، يعني هاد الحاجه كان عنده فوائد يفو لافوي بغينا ولا كرهنا، لان نقد بزاف ديال لي ميناج من هاد لو ترومبلمون دو تير اللي بغينا نقولوا، اللي هو لو ديفورس. هاد 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 الموضوع ربما يعني احنا سبق وتكلمنا عليه، لانه كان ارتفاع في الرغبه ديال الانفصال او في المشاكل الزوجيه اللي هي برزات، ولكن هادشي اكيد انه كانت عنده دوافع نفسيه اللي غادي نرجعوا نتناقشوا فيها، واللي هي الغرض من اللقاء ديالنا اليوم. الا سمحتي لي غننتقل عند لاله غيتا. يعني ملي كنتكلموا على فرنسا ربما تبعنا جميع التفاصيل، يعني منذ انتشر يعني الفيروس، من بعد ما اتخذت مجموعة من الإجراءات، مجموعة من القرارات اللي كانت يعني صعبة على شعب اللي هو ملف واحد نوع من العلاقات الاجتماعية، يعني بحالو بحال المغاربة، كيبغيو يخرجوا، كيبغيو يجلسوا في قهوة، كيبغيو يمشيو يتلاقوا مع الناس إلى غير ذلك. كان صعيب أنه الناس تأقلم مع أنها تجلس في الدار. هاد الشيء إلى جانب بطبيعة الحال النفسية ديال المغاربة المقيمين مثلا في فرنسا، الى جانب انه الغربه، الى جانب انه ربما عائلته هنا جزء كما كنقولوا نصف هنا ونصف لهيه، بزاف ديال الضغوطات، الانسان يعني وصل لواحد المرحله ديال الانفجار النفسي الغير مفهوم. كيفاش كانت قراءتك لهذه المرحله هذه اللي دوزناها بطبيعه الحال اون كونفينمون، خاصه وانه الانسان بعيد عن العائله؟ فاش هنايا وي في فرنسا كان في الاول كانوا داز بلوزيغ بارتي، المهم كلشي كنتبع كيفاش داز داكشي في الاول، بان في الاول ما كانش اون اوبليغاسيون، ما كانوش كانوا قالوا سيتي كونسيي باش الواحد يبقى يتبعد لا ديستانساسيون سوسيال، هذا لي جيست باريير داكشي. مي فاش ليتا شاف بان لي شوز ايتي با ريسبكتي، دونك دو كو داروا دي فاش داروا لو كونفينمون، لو كونفينمون ستريكت. العلاقه من بعد مع بارابور لهذا، دونك بيان سور عشنا نفس الحاجات مع جاردان وسط لو كونفينمون، دونك كل واحد كان في دارو، ما بقاش ديك لا داك لي روحاي العيد حتى هو كل واحد بلاصتو، كل واحد داك شو. دونك حتى هي كاين اللي تبعوا بحال اللي كانوا كيديروا قبل، سيتادير كيما لي فيزيو، لي زابيل واتساب، داكشي. دونك داكشي كان بيتيتر ميم بلو ريغولير، بان الناس من محدو واحد جالس في الدار، ومن بعد ما كايناش الخدمه، ما كايناش هادي. دونك دوكو كاينين اللي بلاص اي زيتي بلو ان كونتاكت avec la famille, ou d'autres les achoura btariqa chouya hada c'était difficile pour eux, parce que واحد اللي غادي مولف غادي يدخل في وسط اما في وقت رمضان ولا في يستو بروجيت في الصيف بانه يمشي يشوف العائله وهادي، et du coup c'est pour certains ça peut être ça a dû être زعما des moments difficiles parce que كاين l'éloignement. بون كاين لو كونفينمون اوسي، دونك الواحد ملزوم عليه يجلس في دارو هادي، دونك دان كوتي الواحد يبران لي شوز كيفاش كيجي وهذا. مي لو بلو ديفيسيل سي هاديك لا بروجيكسيون، من بعد كيفاش غادي نديرو، من بعد فاش غادي، باسكو هادشي غادي يتسالى واحد النهار ان شاء الله، ولكن من بعد كيفاش غادي نديرو، فوقاش غادي نمشيو، فاش غنخرجوا من هادشي، فوالا كيفاش غادي نشوفو، كيفاش غادي نرجعو، dans quelles conditions غادي دوزو لي فواياج، كو سوا ان افيون ولا ان باتو ولا هادي. دونك beaucoup de questions ou très peu de réponses pour l'instant parce que الواحد ما عارفش كيفاش غادي يتطور بعد.
فقط هذه تصوتي يعني خدينا الراي ديالكم قبل ما نبداو النقاش ديالنا. انا غنتقل عند لاله مريم. لاله مريم ربما يعني ملي كنتكلموا على كندا كنتكلموا على واحد البلد اللي فيها واحد يعني واحد العدد مهم من المغاربه يعني مقيمين بكندا سواء بنيه الدراسه او الاستقرار. الى جانب ذلك حتى انه كاين واحد نوع من التعايش حسب معرفتي القريبه من بعض الاصدقاء اللي كيعيشوا بكندا، كاين واحد نوع من التعايش مع العادات ومع الثقافه الكنديه الى غير ذلك. غير هو التجربه كانت قاسحه على كل شيء، كان صعيب انه الناس تقتنع بانها خصها تجلس في الدار، بانه ما عارفينش غدا شنو غيوقع، ما عارفينش لي ديطاي شنو غيوقعوا. فايضا حتى واحد المساله اللي تكلمنا فيها من قبل فاش كنت كنوجد البرنامج وتناقش انا وياك لاله مريم، تكلمنا على اتخاذ القرار، ربما الضغوط اللي عشناها واش فرصه اللي تسمح لنا باش نتاخذوا قرارات حاسمه في حياتنا نرجعوا فيها حساباتنا، بزاف ديال الامور اللي طرحات. عطينا قراءه الموقف اللي عشناه قبل ما نفتحوا النقاش ديالنا في الموضوع ديالنا اليوم. تكافي اولا كنشكرك على هذه الدعوه وهذا شرف ليا نكون معكم على نت راديو. المغاربه كمغاربه كشعب ديجا ليدوكاسيون ديالنا حنا ولا الباجاج كولتوريل ديالنا حنا بعيد شويه على سينون جو دير بعيد بزاف على الحياه ديال امريكا الشماليه ولا العادات ديالهم ولا الثقافات ديالهم. دونك كنا بحال كان عندنا واحد الهوس في الاول ديال داك كيفاش ندمجوا مع الثقافه ديالهم، كيفاش ندمجوا مع الناس لوغار كونتينيو ليفير، كانوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا ديجا صعاب، وجا ملي جا هاد لو كونفينمون و زعما تاقلموا كامل الناس مي سوف ك افيك ديفيكولتي. كنا فواحد خاصنا نشجعوا بعضياتنا باش نجلسوا مع نفوسنا مع ريوسنا، وصايتي ام تي بو ديفيسيل في لو ديبي لان ما كناش عارفين هادشي شحال غادي يطول. في الاول كنقولوا با سي تا مومون دو ريفليكسيون، سي تا مومون دانتروسبكسيون اللي غادي نجلسوا فيه مع وليداتنا ونعرفوا وليداتنا، لان المعيشه في كندا كيف كيعرفوا كلشي الناس عندنا داك لوغير كونتينيو، كتخرجي من 6 الصباح ما كترجعي دي فوا حتى 4 ل 5 العشيه. بون بوغ لي مامون كاين الوقت ديال لي دوفوار، كاين الوقت ديال يطيبوا الماكله، كاين الوقت ديال لي بان الوليدات. دونك ما عندناش الوقت بزاف مع وليداتنا، خاصك تمشي تجيبيهم من لي غاردوري، خاصك المهم كاين واحد السرعه، كنا في واحد لو بيلوتاج اوتوماتيك غير غاديين كنجريو كنجريو كنجريو. ا مومون دوني ملي طحنا سي اون اوتر فاصون دو فوار لي شوز، سي اون اوتر فحال طحنا في واحد ان اوتر سيستيم دو في لي ما تبهضنا، ما بقيناش عارفين راسنا فين هما لي روبير ديالنا، شنو خصنا نديرو باش خصنا نبداو، واش خصنا حنا نفوسنا غاد عاد هذا لوليداتنا و اون بلوس لي كونجوان. دونك سا ايتي ان تي بو اون بيريود ديفيسيل. Mais sauf que qu'il y a des points positifs, les Anatangol, écoutez, on est des êtres de changement, on est des êtres d'adaptation. On a une capacité, les Akalmina Féa, quand même, au Maharjnach, Wahd Adrar Likbira. Donc, كان تحلينا بالصبر، تحلينا بالايمان اكثر، تحلينا دو فاسون اون افي با لو شو، اون افي با لو شو دو ريسبكتي لي كونسين ديال اللي تعطات لينا بور ايفيتي هادوك لي غرو بروبليم ولا بور ايفيتي سميتو. سوف كو خرجوا علاقات اللي الله يحسن العون ما قدروش يستمروا، لان انا تنقول بان كانوا بري ديسبوزي كيف قالت الاخت حنان ولا الاخت لاله غيتا، سي تي ام تي بو بري ديسبوزي، كانت الارضيه ديجا مفرشه باش كيف كنقول بور كو سا بيت انتر هاد في هاد لي كوبل، لان عاد بحال ولاو فاس ا فاس بحال تعرات عندهم هذيك كانوا شي حوايج مغطيين، لان كانوا طول طون في الخدمه، كانوا ما كيتشوفوش، كيتشوفوا غير كالكو زور باغ جور، تات دو زور تخوا زور باغ جور، ولكن ولاو ا مومون دوني باف دو جور او لوندما 24 سور 24. لا بريسيون سوسيال، لا بريسيون ديال الخدمه، خص
يكون واحد كالم في الدار وسورتو ملي تيكونوا وليدات صغار اون بو با لي زوبلي تيلي ترافاي و سي سا ا ريستي كالم. خاص الام كتحاول تكالمي الوليدات تكالمي راسها حتى هي لان راسها بدات ولاو في واحد المشادات شويه واحد ما غنقولش واحد لاكسيمون بسيكولوجيك ولكن سي كازيمون سا لان ملي كتشوف واحد 24 سور 24 سورتو الا كان الواحد ما عندوش واحد الاهداف بيرسونيل ديالو هو فين تشغل تيولي بان لي غير الاخر شنو دار شنو لاكاف اللي دار ولا شنو شنو دار دونك سايتي ان تي بو ديفيسيل مي الحمد لله كيف كنقول ما بقى لينا قدام ما فاش نخرجوا من هاد الازمه من هاد الازمه ان شاء الله نخرجوا منها بسلام باقل الاضرار سوف سي سو ان شاء الله يا ربي سي اون اوبورتونيتي اوسي لاي واحد فينا ياخذ الوقت مع نفسه ياخذ الوقت مع راسه ويشوف فين وصل في الطريق ديالو اسكو واش غادي في لا بون ديريكسيون ولا ما غاديش فيها واش كيجيري ان تي بو لا سيتوياسيون اسكو عندنا لي كاباسيتي ديالنا عندنا لي ريسورس اون في ان بو لو ميناج اون في لو ميناج ميم في لي كرويونس ديالنا الاعتقادات ديالنا اللي جايبين منهم من المغرب لان تنقول لهم دي فوا ايكوتي سا في 30 طون ولا 40 طون اللي هنا في كندا مي باقي عندنا دوك لا فاليز ديال الاعتقادات ديالنا جايبينها من المغرب وبغينا نخدموها هنا مع وليداتنا وداكشي سي با فاسيل دي فوا اولادنا تيحطوك قدام كيف تنقولوا ديفون لو مور كي تي ديس اي واو واو اون مينوت سا مارش با لا تي روندو اون اي روندو لوان ماشي هنا ماشي هنا الحمد لله انا وقعت ليا مرارا وتكرارا مع وليداتي اي كنرجع تاني اوكي ركلو ماريان revois l'image هذا كتشوفي هذا في ان اكران دو تيليفزيون كاسك تو فوا شنو خاصهم شنو اللي قلت لي ما خصنيش نقول شنو اللي كان خاصني نقول شنو اللي كان خاصني نسمع شنو هو لو ميساج اون اريير دو لا بارول اللي كي ما دي دي فوا تنكونوا كنسمعوا ولكن ما كنتصنتوش اكيد الله يعطيك الصحه وانا كنشكركم على التفسيرات كلها اللي عطيتو لانها يعني لخصات واحد التجربه اللي عشناها واللي اكيد انه الفئه اللي كانت اللي برزات عندها يعني اللي بغينا نقولوا بين قوسين الاضرار هي لي كوبل. انا فقط وحنا كنتناقشوا دابا العنوان العريض من خلال تواصلي مع مجموعه من الاخصائيين النفسيين اللي اشتغلوا خلال هذه المرحله هذه عن بعد واللي مشكورين على المجهودات اللي داروا لانه كان من الصعب انه الانسان تدعم خاصك انت تدعم نفسك وفي نفس الوقت تدعم ناس اخرين يعني كل الناس اللي كيشتغلوا في المجال النفسي برافو عليهم شابو با. غير هو العنوان العريض اللي كان هو انه جل الحالات اللي تعرضت كانت كتعاني من لونكسيتي لونغواس وكتعاني من لا ديبرسيون. يمكن هذا الاكتئاب عرضي وقتي يمكن اكتئاب اللي كان من قبل ولكن مع الحجر الصحي بان زاد ظهرت المعالم ديالو وللاسف لانه ربما الا خدينا في ثقافتنا حنايا شويه عندنا مشكل نفرقوا ما بين الاضطرابات النفسيه وما بين الامراض النفسيه وما تنقبلوش اننا نكونوا مضطربين والمشكل هو انه بغينا ولا كرهنا حنا كلنا مضطربين بدرجات واصلا أو الاكتئاب رحنا كنعيشوه يمكن يكون اكتئاب وقتي لحظي تجي واحد اللحظه انت ديبريمي ما حاملش راسك ما باغي حتى شي حد تجي واحد اللحظه انت فرحان وبعض الاحيان الله يحسن العوان كيجيونا شي دقات في الحياه اللي كيعطيونا اكتئاب اللي كيحتاج العلاج سواء حصص او علاج كيميائي باش نرجعوا للطبيعه والتوازن النفسي ديالنا. غادي نرجع عندك لاله حنان. اكيد انه كان نقاش حول هذا الموضوع. حنا كيخلعنا الاكتئاب كتخلعنا لونغواس كتخلعنا لونكسيتي كيخلعنا الهلع والتوتر والخوف كنخافوا من غدا كنخافوا من المجهول كنخافوا من شنو كيتسنانا. فكيفاش يمكن يكون تعاملنا خاصه وانه المشكل الحالي الناس خايفه من اشنو كيوقع من هنا لغدا نرجعوا كيفاش غنرجعوا شنو غنديروا كيفاش غنتصرفوا كيفاش غنتعاملوا بزاف ديال الاسئله اللي كتطرح. تفضلي. شكرا سكينة تبارك الله عليك باسكو tu es en train d'analyser la situation telle qu'elle est برافو عليك. alors ما نساوش سكينة سي فري كي قلتي وكي قالت لمريم دابا شنو وقع دابا كانوا certains repères certains paramètres
حنا بالنسبه لنا جديد بحال جميع الاكثريه ديال دول العالم. الفيروس كيجي بهذا الشكل بهذا لاغريسيفيتي، يعني شي حاجه جديده. الوغ شنو وقع؟ هذاك لو ريتويل ديال لو كوبل لي كي قالت الاخت دابا عاد داك لو ريفونير دو 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 سون بيرو ولا دو سون طراي ولا دو ليكول ولا لا فام عندها واحد لا فام فوايي عندها واحد لو ريتويل عندها كتديو ليه. المهم مجموعه ديال الطقوس ومجموعه ديال العادات يعني توقفت دان سولكو. En plus de ça, en plus du rituel, qu'il y a les attentes. Et les choses qui sont très importantes dans cette chose صحية, et je ne vais pas vous dire. Vous عرفت بعدا بان في المغرب واحد الشريحه كبيره ديال لي جون كيدرسوا على برا. يعني كنلقاو في عائله، مو جو كوني دي جون اللي في عائله عندهم ثلاثه ديال الوليدات مثلا، جوج وليدات وبنيته، كلهم في الخارج. يعني كاين غير عايش غير ديك المراه وديك الراجل، وكيعيشوا بلو جورنال ييد ولا بلو كوتيديان ديال ديك الوليدات. الوغ اون فوا هذا غير مثال بين مجموعه ديال الامثله. يعني كتجبر هاد لو كوبل يعني التطلعات والامال ولي زاتونت وهذا كلهم على ديك الوليدات. دان سول كو جا الحجر، توقف لي فيول لي فول باردون، توقف ولا التواصل على البعد بحال كي دايرين دابا. يعني ولات كيقولتي سكينه ما بقيناش عارفين من هنا لغدا شنو غادي يوقع. الوغ شنو وقع؟ ولات اذا لي روبير كي قلت ما بقاوش. سي اون اغريسيون، سي اون اغريسيون فريمون غراف، لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل. شنو وقع؟ ولا الانسان تيدور في واحد الدوامه، ما بقاش عارف. اون ا بيردو ميم لا سونساسيون دو سوا. انا واش كيفاش تنفكر وكيفاش كنت تنخطط، عندي واحد المخططات، هادشي كله توقف دان سول. شنو وقع؟ صعوبات الاقتصاديه وصعوبات الماليه والوليدات. هذاك انا خديت، علاش خديت سكين هذا المثال ديال الوليدات اللي عايشين على برا؟ باسكو كلنا اون طون كو هومان كتبغي داك لو فروي ديالك. يعني كيسكو سافا دوني ملي عندك وليد ولا؟ وكان لي الشرف انني اشتغلت مع مجموعه ديال لي ريزيدون على برا، ماشي كاع لي ريزيدون مي غير لي جون اللي تيقراو، ودرنا واحد لا سيلول ديكوت وخدمنا معاهم. يعني وتشوف ديك الامال اللي عند ديك الناس ولاو طالبين يدخلوا غير بلادهم. ويس كو جو دير، يعني ما بقاتش ديك الامال وديك بغيت نولي انجينيور ولا بغيت نولي نتخرج طبيب ونمشي لبلادي نخدم ولا، ما بقاش داكشي كله توقف. الوغ هادشي شنو عطانا؟ عطانا كي قلتي توتالوغ دي زونغواس، عطانا دي واحد لي مالادي. انا اللي حسيت به انه ولاو دي باثولوجي جداد، ما بقاتش داك لونكسيتي اللي تنعرفوا اللي تتجي عبر التاريخ النفسي. كيكون الانسان كتوقع عنده ولا كتكون عنده واحد النوع ديال لونغواس ولا ديال لونكسيتي، ولات اون لونكسيتي دو ان تروماتيزم اللي هو هاد الفيروس وكيفاش واش غنعيش من هنا لغدا. يعني ولينا تنشوفوا اضطرابات، يعني ولينا كنعيشوا بعض الاضطرابات مقرونه بكوفيد 19. انا شخصيا حسيت بالاعراض في لحظه من اللحظات وعشت بتفاصيلها، وكنت سأل وقيلا جاني الفيروس لا صافي لا يمكن لا هادي لا. يعني حتى انا احتجيت الاخصائيه النفسيه ديالتي باش راجعت الحسابات ديالي باش درت او بوز، راه ما وقعش هادشي راه لا. نحيي فيك بعدا هاد الصراحه، لان يفوزي لو دي بعد المساله هذه كنا كنحتاجو الاخصائيين النفسيين. سي فري، باش يكون واحد يعني كيمارس العمل ديالو اليومي بطبيعه وهو كيحس براسو زعما ما عندوش اشكال ما عندوش شي اضطراب ويعيش هادشي ويعترف فيه. كنحييك سكينه، سي تري بيان دو لو دير باسكو فوز الي انسيتي دوطخ جون ا بارلي. حيت هذا هو المشكل، يفو سيكسبريمي، يفو دير، يفو ميتر لي مو سور لي مو، pour qu'on puisse nous en tant que psychologue ou là en tant que spécialiste نقدروا نعرفوا ديتيكتيو vite et aller vite direct vers le but. alors هادشي اللي بغيت نوصل له هو ان هاد لاغريسيون هادي شنو عطاتنا؟ عطاتنا واحد النوع كي قلت لك ديال لونكسيتي، واحد النوع جديد ديال لو ستريس. ولينا هاد لي كوبل ولاو كيعيشوا ستريس جديد. الوغ كنا كنعرفوا لو ستريس ملي تيكون عندك ستريس كاين ثلاثه ديال المراحل باش تنواجهوه. يا اما تنواجهوه la résistance، يا اما
تنديروا دي زيفيتمون يعني تنديروا دي استراتيجي فوالا دي استراتيجي بين لان علاش لان كاينين دي زليمون ستريسور اللي هما ما تغيروش الى لاحظ ما كيف قلتي مع شكون اللي قالتها في الاخوات هاد لو كوفيد 19 خلق داك الحجر الصحي جا بروغريسيف يعني الانسان في الاول كان شنو تيقول تحط علينا الحجر تفرض علينا سي فري مي كنا تنقولوا كنا كان عندنا داك ليسبيرونس داك الامل بان سي بون سا فاي بوغ اون سيمين فوالا سا فاي تخ بوغ اون سيمين كانت واحد لانغواس في الاول كان واحد لو تروبلومون واحد النوع ديال الارتباكات في جميع العائلات ابري سا برولونجي اي سي لا هنا فين وقع المشكل الكبير هنا فين وقعوا لي لاغريسيفيتي ولات بين لو كوبل لاغريسيفيتي في الاسره بصفه عامه ما بين لي زونفون و لي بارون اذا هنا فين كان خاص تدخلات وهذا الشيء الحمد لله اللي شفت الحمد لله في المغرب سوي تري كونتونت باسكو يافي بوكو دابيل ويافي بوكو دانترفونسيون سيكولوجيك اللي الحمد لله تمكننا ولينا كنحسوا اون افي كلك شوز بوغ لي جون كوم ميم ميم ا ديستانس الانسان باش كيفاش الانسان هي تتهضر معاه بعدا يسوفي كي كومبران يسوفي كي كومبران كيسك لا او جوست بحال كي قلتي اس اس اوكي مشيتي عند الاخصائيه يمكن شرحات لك elle vous a expliqué le tableau ديالك صافي لي شيما لي شيم كوغنيتيف ديالك وليتي انت عارفه واعيه بسكي سباس alors il faut travailler sur ça وهذا زعما الحمد لله زعما كي قلت لك جيتي تري كونطونت باسكو اون ا ريغلي با مال دو بروبليم اون ا في بوكو دو سيلول دو ديكوت اي اون ا في بوكو د انترفونسيون لا مع لو كروسون فير مال الادمان ما نساوهمش لا مع لو كوبل سورتو لو كوبل surtout le couple parce qu'il y avait beaucoup vraiment de problématiques الحمد لله على ما فقط يعني راه فئات كثيره اللي محتاجه للدعم النفسي من بعد التجربه هذه حنا اكيد غادي نواصلوا الدردشه ديالنا في الموضوع انا غنتقل عند للاغيتا للاغيتا يعني ملي كنتكلموا على هذا الجانب النفسي ربما كثير من الناس ما تبغيش تعترف بحاجتنا للدعم النفسي حنا كلنا محتاجين للدعم النفسي التجربه اللي مرينا منها كانت تجربه قاسيه راه قاسحه ماشي سهله كنا في لحظات كتحاول تقوي راسك لانك مضطر تقوي راسك كتعاود عاوتاني تلاشي شي شويه كتعاود عاوتاني توقف على رجليك وانت كتحاول اليوم ما كنتكلموش فقط على علاقه رجل بمراه ولا علاقه ام بابناء ولا علاقه زوج بزوجه ولا علاقه يعني زميل بزميله او لا اليوم كنتكلموا او زملاء مع بعضهم اليوم ما كنتكلموا على علاقه انسانيه اللي توقفات 100% الشعور بالاخر توقف واحد اللحظه كاننا عشنا الاحساس ديال النهايه كتقول صافي او دابا خصني نبدا نفكر في راسي عندك خصني نرد البال خصني ندير خصني كذا احيانا كنتي كتقول مثلا المشكل ديالي هو المحيطين ديالي والديا ولادي كذا هادي ما خصهمش يمرضوا اما انا الا مرضت ماشي مشكل الا جات الموت ماشي مشكل راه كنا غنموتوا ولكن الناس اللي قرب مني ما نستحملش انني نشوفهم خاصه انه الصور اللي تسوقات في البدايه ناس صعوبه التنفس كتشوف اطفال بوحدها خاصها تمشي للوبيتال ميمكنش يكونوا معها والديها كتصور المشهد كتصور المنظر والديك يمكن يتصابوا كيفاش غادي يتصرف اللي قرب ليك يتصابوا كيفاش يتصرف هادشي كلشي عطانا واحد الضغط نفسي صعب عطانا واحد الاحتقان النفسي صعب اللي كان صعيب اننا نفكروا كيفاش نخرجوا منه اليوم مخلي الاثار ديالو اليوم حنا تعيشنا ولكن داكشي مخلي الاثار ديالو في نظرك كيفاش يمكن نخرجوا من هادشي اللي حنا فيه لانه راه قاصح ماشي ساهل وثقيل نفسيا bien sûr Adeline vraiment درتي ان بون ريزومي ديال كاع هادشي اللي عشناه كاملين بغيت غير بوغ راجوتي على شنو قالت مدام حنان على هاد لاغريسيفيتي اون افي زعما شفنا لاغريسيفيتي ديال لي بيرسون شفنا لاغريسيفيتي ففي الاول ديال لو كونفينمون كاين بحال اللي قالت لمريم سي ياو واحد لو comme j'adak chi bchouya bchouya bon on a eu les exemples quand même des pays hnaya européens wa kha galna fl enfin les pays d'Europe notamment hnaya l'Italie les kant kayjouna al akhbar dial l'Italie bzaf bannahom on s'attendait galou lina 2 semaines mais zama ra hnaya wa'yin ra arfin ghadi yzidouna 2 semaines wahed akhrin arfin ghadi yzidouna 3 semaines mais wa kha hakak dik l'annonce dial 2 semaines كتجي بشويه بشويه دونك داك لي دو سيمين الاولين وكلشي كان كونفيني دونك اون ايتي فريمون دوفون لو فيت اكومبلي اوبليجي صافي ريزيني ما عندك ما دير كلشي هكا كلشي ساد كلشي دونك سيتي بحال قلتي
peut-être plus facile à vivre, bon, bien sûr, en fonction des personnes, bien sûr, en fonction de la situation de chacun, le niveau social, la vie dans le couple, bien sûr. Ou du coup, donc du coup, ça a permis, je suis loul, donc ma canche tredma ou la tredma canche plila, donc kulchi canche do, donc ma hindek, j'ai le choix que de rester à la maison. Donc, kano, hit ijabiyat, dial, mais on a des familles, certaines familles tkarbo, kain des frères et sœurs les tkarbo, kain, mais il y a eu quand même des rapprochements et des effets positifs, dial, le confinement, ou hit légal, la hanan tout à l'heure, c'est que il y a eu un, l'effet positif, parmi les effets positifs, c'est que les familles, certaines familles, généraliser, certaines familles se sont rapprochées, les parents, les enfants, il y a eu quand même de bons. Les courses, كاين اللي لقاو او كونترير ان كوتي بوزيتيف هذاك لو كونفينمون ديال اوف لا دابا جو ريسبير جو بروفيت دو ما فامي جو بروفيت دو ميز انفون كناخذ الوقت دونك يا يو كان ميم هاد لي زيفي مي ان ايفي يا يو عاوتاني داك لي لي في نيجاتيف ديال دونك يا يو لاغريسيفيتي وخا اون سورت دانتروزيون بحال بور ريفينير لو كوبل ولا لا فامي ولا هادي دونك باسي داك لا بيريود ديال بون كلشي مزيان هذا اوني بيان داكشي كاين بحال on peut se sentir des fois intrusé par l'autre. Avec ton espace, avec tes habitudes, un petit bon d'accord, d'accord l'équilibre finalement. Bon, il a été déstabilisé par le confinement, qu'une personne s'adapte, on retrouve un certain équilibre. Mais au bout d'un moment, chaque personne y retrouve aussi son espace, dialogue. Donc l'importance de trouver que la personne a des moments son espace pour s'occuper de soi, faire attention à soi. Bah, je me demande tu t'occupes des autres ou d'acchi. Et donc l'intrusion des fois des membres de la famille et l'intrusion de l'information. Parce que quand on a été envahi par les informations, que ce soit à la télé, à la radio, les messages WhatsApp, les messages. Oui. Moi, personnellement, au bout d'un moment, c'était trop. Et puis les gars. Exactement. D'acchi, les guilty, il développe des symptômes. أحق حلقي أهدي أماشا ولا الواحد بحال كيدخلوا الشك لا ان بو الشك ديال اي حاجه ويقصد هادي سا تروف سا بيت سي كونتاميني سا تروف الواحد كيولي بحال اللي قلتي الاخرين اي سون دانجورو دونك ليكستيريور دوفيان دانجورو اي ميم لا بيرسون دوفيان دانجوروز بور لي زوتر parce que ma عندكش ما يمكنليش نشوف مي غران بارون ولا ان تيل ممبر دو لا فامي ولا هادي حيت نقدر pour résumer ça peut je peux être responsable ديال الموت ديال هذا ولاد الاستاذ بالذنب ديال ممكن تسبب وفاة واحد الانسان اخر exactement alors que هادشي c'est vraiment raccourci les choses sont beaucoup plus compliquées que ça هادي c'est une maladie très particulière خاطر داكشي ولكن les choses sont beaucoup plus compliquées ولكن on a tendance à réduire mais ان l'extérieur et donc de revenir vers à l'extérieur c'est vrai que du coup ça va demander une nouvelle adaptation ديال هاد de renouer avec l'extérieur, de se réconcilier avec l'extérieur. يعني غير تلا سمحتي ليا في هذه المرحلة هذه كاين عدد كبير من الناس ماشي غير في المغرب في العالم اللي فقدوا الخدمة ديالهم فقدوا المدخول المادي ديالهم كاين احيانا يعني ربما كاين بعض الفئات اللي هي هشة في المغرب في فرنسا في كندا في العالم كله هذا المساله راه ماشي الفقر ماشي فقط غير في البلدان النامية الفقر راه كاين في العالم كله بدرجة فأكيد أنه بعض الناس هاد الحاجة المادية والحاجة المالية خلقات عندهم ضغط نفسي كبير كاين الناس اللي خلقات عندهم نزعة ديال العنف بدا كيضرب كثار بدا كيتعدى كثار بدا كيفكر أنا يموت الناس شنو غيوقع راه أنا كنموت دابا مثلا هاد الفيروس اش غيدير ليا كاع واجا أنا اللي مهم عندي هو ناكل ما عنديش ما ناكل الناس كاين الناس اللي تبناو هاد النوع من الخطاب تيقول لك أنا ما تقولش لي الفيروس غيجي غير الناس اللي عندهم أنا ما عنديش خصني نخرج نقلب على ما ناكل داك المنظر ديال أنك تخرج كتلقى كلشي مثلا أنت خارج مضطر للعمل ديالك بطريقة أخرى كتشوف كلشي ساد المعنى ديال الهجر وشي مهجور المعنى ديال الحرب بدون رصاص يعني ما كاينش قرطاس وما كاينش ولكن المعنى ديال الحرب ديال الدنيا مهجوره ديال كذا شفناه في هاد التجربه اللي عشناها صور اللي هي صعيبه نفسيا على الانسان انه يتعايش معها ويتقبلها ف كيفاش نقدروا نوازنوا دابا الصوره النفسيه عندنا كيفاش نقدروا نقول فوالا
هذه تجربه داز غتخلي ايجابي غتخلي سلبي، ولكن راه خصنا نقادوا الكادر، الكادر راه عواج بزاف دابا. هاد ال ال كيفاش نقول لك كيف اوتون بارابور لهذا لي ريلاسيون سوسيال وداكشي بارابور لي زوتر، كاين زعما كاين ما يدار، وكاين الواحد اللي يمكن له يدير ان ترافاي على نفسه بحال اللي قلنا قبيله، هذا يقدر اما يعيط اما ياخذ القضيه الماديه، عاوتاني مشكل اخر، وكل شيء تقاس، كل شيء تقاس في تو لي نيفو، تو لي نيفو، ما كاينش ان نيفو كسوا الناس اللي فريمون وهذوك اللي قالوا واخا يجيو الفيروس واخا يجيو هادي، سي واحد لانستان دو سيرفي، بانه بان ليهم سي الحاجه الوحيده اللي غادي تمكن لهم تعيشهم هي ديك الخدمه اللي عندهم، اللي غادي يقدر تعيشوا تعيش العائله ديالو. دونك سبحان الله داك لاستان دو سيرفي با بورت نو غادي يوقع ليا انا، المهم هو انا نوكل عائلتي، نعيش عائلتي وداك الشيء. هاد ما با جوجي هاد لو جور دو كومبورتمون، سي الواحد كيفكر في عائلته، كيفكر في واخا حنايا واخا زعما دان روغار اكستيريور يقدر سا بو باريت شوكون سا بو باريت، ولكن ما با جوجي داك لو داك لا بيرسون لي باغيات دير دو بيان بور سا فامي و فير فيفر سا فامي. دابا لا سويت مالوروزمون الواحد ما يقدرش الواحد مبقى سافوار كيفاش الحياه غادي ترجع من بعد، واش دوك الناس اللي ديجا الناس اللي كانوا اون بوست سالاري عندهم الكونطرا ديالهم، ils sont les certains sont même pas sûrs من بعد الخدمه ديالهم واش غادي ترجع كوم افون، واش غادي يكون عندهم لو ميم سالير، اي واحد ساكري واحد لانسيكوريتي اي دونك دو كو وي دو دي انغواس دو ستريس دي تروبل دو سوماي، زعما سا بو كري صعب الاحساس كيحسوا الانسان هو هذا الانعدام بالامان، كيجيب كل شيء معاه كاع الاضطرابات الممكنه كتكون، وربما يعني جلنا عانى من الارق، عانى من الصعوبه في يعني كتبقى دماغك تيدور غير على الكوفيد 19 شنو غيبقى شنو غيبقى. الا سمحتي لي غنتقل عند لاله مريم. لاله مريم الارض ارتاحت، الكره الارضيه بحال خلقت واحد التنفس عميق، يعني وقفت المصانع، وقفت الدنيا، الناس وقفت، بقى ديك الحركه بواحد الشكل بسيط، حتى انه بعض الناس داروا ملاحظات كيقولوا شو سبحان الله السما شحال كانت صافيه هذا العام، يمكن في المغرب صبات الشتا في اوقات اللي ما كناش نهائيا كنتظروا الشتا تصب فيها، يعني لسنوات عمر الشتا ما صباش شهر 5 وشهر 6 مثلا، كانت بعض الزخات المطريه الناس كتقول لي كاين واحد تغير في الجو، هاد التغير في الجو، هاد التغير في المنظومه ديالنا اللي دايره بينا خلقت واحد التغير ايضا في الداخل ديالنا، خوف من غدا، خوف من المجهول، خوف من شنو كيتسنانا، خوف من كيفاش غترجع الحياه. كاين بعض الناس اللي كيقول لك ستوبيت عقلي، ما بقيتش بغيت نفكر شنو غيبقى غدا، لانه غنتسطى، لان ما بقيتش عرفت واش خصني نخرج ولا خصنيش نخرج، واش خصني نمشي للحمام ما خصنيش نمشي للحمام، واش خصني نتلاقى مع صحابي ما خصنيش نتلاقى مع صحابي، واش خصني نجلس قهوه ما خصنيش نجلس قهوه، واش نقدر نخرج نسافر ما نقدرش نخرج نسافر، واش غادي نقدر نرجع نلقى قوت وليداتي ورزقي اليومي ولا ما غنلقاش، واش نقدر نبيع ولا ما نقدرش نبيع. بزاف ديال الاسئله اللي تطرحات بواحد القوه صعيبه، الارض تنفسات ولكن الانسان خنق نفسيا داخليا. وي سا سي توت افي نورمال بي سي توت افي ناتوريل، ملي ما تيكونش عندنا لو كونترول على واحد لا سيتوياسيون تنقول انا جو ني با لو كونترول سور لا سيتوياسيون اكستيريور، داكشي اللي برا ما عنديش عليه لو كونترول، مي عندي لو كونترول على نفسي انا كيفاش غادي نشوف هاد التحول، ولا كيفاش غادي نشوف هاد الحجر الصحي، اذا ناخذو بواحد كوم اون اوبورتونيتي لو روتور ا سوا. سي هاد لو كونفينمون ولا هاد لو كوفيد 19 في بعض الحالات تنقولوا الحمد لله، لان رجعنا ليسونسييل، ليسونسييل ديال الحياه، لا باز ديال الحياه، سي كو ولينا كنفكروا غير في الصحه، وتنفكروا غير في لي بيزوين دو باز، لي بيزوين اسونسييل، ما بقيناش في ديك لا سور كونسوماسيون، كان عندنا كلشي بحال كلشي اكي، لي سالير سون اكي، الخروج اكي، لي فواياج سون اكي، الصحاب سون اكي، اللمه ديال العائله اللي تاكيز، دونك ولينا كنا غاديين في واحد لو بيلوتاج كيف تنقول اوتوماتيك، ما كناخذوش الاعتبار
الحياه وما كنشوفوش واحد ما كناش عاطين واحد القيمه واحد لا فالور ديال هذاك هذاك لو مونطون داك لو هذاك لو سالير ديالي اللي تناخذو اوكي سي اكي هاد حنا لي باي سي ا توت لي ا توت لي سيمين ولا ا توت لي دو سيمين تنقول بون اوكي با جو بو ديبونسي راه عندي لا سيمين بروشين ولا دون دو سيمين عندي ما كناش دايرين واحد الاحتياط دابا ولينا هذيك لا سور كونسوماسيون قلات ميم لا سيركيلاسيون نقصات الخروج بزاف نقص ولينا في واحد ان اوتر مود دو في ولينا بحال عطينا الحق الحياه الطبيعيه اللي ظهرات لي زانيمو لو كليما بزاف ديال الحوايج ولينا تنقولوا فو فير اتونسيون لان ما كناش رادين البال كنا كلشي بحال كان كلشي عندنا ساهل الوغ كو سي با فاسيل كاين الناس اللي وحدين كانت اشياء اللي كنا نشوفوها مكتسبات وهي في الاصل راه نعم سي سا عادي خدمتي عادي نخرج عادي نتحرك عادي نتقدى عادي نخسر الفلوس عادي نمشي نسافر عادي وهي راه هي راه مكتسبات كبيره ونعم كبيره اللي عطاها الله سبحانه وتعالى توتا في اكزاكتومون اللي سكينه هنا حفزنا الناس شويه سي ميم بور لي ستوديون اترانجي عندنا ما كانش عندهم واحد الدعم مادي في حال الكنديين او في حال الناس اللي كانوا خدامين ولا في حال اسم يقول لك عندهم ان اوتر ستاتيو ولات الجاليه واقفه مع هذوك لي ستوديون اترانجي تيديو ليهم الماكله حتى الباب ديورهم تعيط في التليفون تيقول لي بون طوباني الى لا tu peux descendre le prendre moi je vais partir زعما ولا طوروا خرجوا ماشي حنا كان عندنا داك الكرم وداك الشيم وديك الاخلاق وداك الشيء مي برزات اكثر دونك يا با جوست ان كوتي نيجاتيف كاين واحد الكوتي واحد التلاحم واحد لو سوبور دي فوا ميم ان كو دو تيليفون اون ان ميساج تيكست تعلقوا تصاور سور لي باج سور لي بروفيل دو فيسبوك سافا بيان الي كثروا لي لايف ديال لي بسيكولوج تبارك الله عليهم زعما داروا واحد العمل اللي تنوهوا به زعما وقفوا مع ولا كلشي واقف مع شي افون كان بحال كنا شاكان بور سوا شاكان بور سوا ما كناش رادين البال لواحد اللي ضعيف ما كناش رادين البال لواحد اللي عنده واحد العمل اللي واحد الارضيه هشه دي جوغ لوندما اي بو لو بير زعما الناس اتحدات كومين والناس ولات كترد البال الاخر سواء زعما فتنا واحد فتنا النطاق غير ديال مغاربي او لا مسلم او لا ولينا متحدين زعما كاع الشعوب ولات متحده دونك كنقول اوكي سي با فاسيل هاد لو كونفينمون سي با فاسيل مي نخليو سورتو انا تنشجع الناس تمشي تاخذ de l'aide من de la source مشي تاخذ لانفورماسيون من de la source كاين تبارك الله دي بسيكولوج كاين دي بسيكوثيرابيوت كاين دي بسيكياتر كاين دي كوتش اللي ما شاء الله زعما الناس ولات ولينا في واحد لو مود ديال كومون فوار لي شوز بوزيتيفمون ولينا كان بحال داك لي شيما ديالنا هذا psychologique ou l'ina brain and show plus les solutions que de rester dans la zone ديال les problèmes ديال les مشكل لا مريم واش هاد المرحله هادي خاصنا نحطوا ورقه وستيلو واش حنا في واحد المرحله اللي خاصنا اليوم نجلسوا نحطوا ورقه وستيلو ونشوفوا بزاف د الحوايج اللي اكتسبناها وايضا الحوايج اللي خسرناها نشوفوا شنو درنا من قبل نشوفوا شنو خصنا نديروا من بعد واش مرحله اللي خصنا نرجعوا فيها الحسابات ديالنا القديمه والجديده ونتخذوا فيها يعني قرارات في حق نفسنا في اتجاه ما هو اجود توتافي سي لو مومون عطانا شي عندنا ا مومون دو ريبي اون بوز من ولينا تنخدموا من ديورنا ما بقاش لي زاكتي ولاو لي سورتي ريسترينت ولاو لي زاكتي ريسترينت دونك سي ا مومون دو بروند كيف قلتي ورقه وستيلو ندير ان بيلون ندير اون ميزا جور فين انا وصلت سواء مع علاقتي مع نفسي في كوتي سونتي
كوتي بروفيسيونيل اسكو هذيك لا كارير ولا داك العمل اللي بديت فيه من لو ديبي اسكو باقي اي رجوان مي فالور ا موا اسكو العلاقه ديالي مع وليداتي اسكو لي او توب اسكو لي مويان اسكو ما كنتش رد البال شي حوايج لا كومونيكاسيون مع وليداتي اسكو كنت لي كنت اكتيف ولا غير كنت غير كنسمع جافي با لو طون مينتون اون ا لو طون بروندر لو طون ديكوتي لوتر prenons le temps de s'écouter, n'étant les besoins d'Yahouna, les ressources d'Yahouna, les capacités d'Yahouna. Fin Radi, wesh, est-ce que Radi, m'a les valeurs d'Yahouli, est-ce que Radi, wesh, donc les croyances d'Yahouna, les tchèkhadati d'Yahouna, les chnabéhoum, on ne va pas les nier, mais comme on dit, je ne vais pas les chems de l'Orbel, qu'il y a des tchèkhadati, les aqdouna, les ouqfouna, les hiyatna, واللي عطلونا pour atteindre les objectifs ديالنا ولا في الاختيارات ديال لي كارير ديالنا كانوا حابسيننا ودي فوا تنقولوا ميم كنت درت اون ايميسيون ديال اش غايقولوا الناس وكاينين باقيين ابري 30 ans 40 ans وباقيين ولو هاجرنا ولو خرجنا من هذاك لونفيرونمون سوسيال ديالنا ولا كولتوريل ومشينا لان اوتر انفيرونمون وباقيين تشبتين بديك واش غادي يقول فلان واش غادي يقول فلانه واش شنو تيغوسوا اون فاكتور دو تيليفون ولا اون فاكتور ديال ديليكتريسيتي سي جوست طون نو كي لا دسو دونك جلس مع راسك جلس مع راسك فين انا فين غادي اسكو واش هذاك داك لو بروميير شوا اللي درت في لا كارير ديالي ني جامي ترو طار دونك داك لو بروميير شوا اللي درت واش تبزز عليا واش عطاوه لي واش سي ان شوا ولا سي ان غيف ولا سي اون سي ان اوبجيكتيف ديال والديه ورسخوه فيا اسكو سي ا مو اسكو ديالي انا داكشي سي سي با مو و سي جو مي روتروف با لا دون ا 100% سي جو نو سوي با هورو هذاك لو كوبل راه كيف قالت الاخت حنان راه هاد لو كونفينمون راه جا حل بزاف ديال المشاكل كو سي فري كو دار مشاكل عاق دار مشاكل اخرى مي سوف كو c'est un moment de prise de conscience c'est des fois la femme maghrébine ou la mra maghrébia ou l'arabia تعلمات باش تعطي اكثر ما تاخذ des fois elle est واحد سميتو واحد لو مود تنقول لا اولادي هما الاولين لا راجلي هو الاول لا عائلتي هي الاولى عائلة راجلي هي الاولى لا مون طراي خاصني نكون بارفيت في بليزيور شابو تناخذ ولكن لو شابو ديالك كوم فهم فينا هو ما كاينش كوم بيرسون فينا هو ما كاينش دونك جو ديليغ سي ان مومون دو واش عندي واحد لو سورمناج في حياتي حيت دي فوا تنبغيو نديرو كلشي لان ما عندناش تنقولوا خاص الاخر يرتاح مي انا ما كنرتاحش كناخذ لو شابو نديرو كلشي حيت ما عندناش كلشي سي سا دونك ناخذ الوقت لراسي وهذه ماشي انانيه اذا فكرت في راسي راه ماشي انانيه سي جوست ان اكيليبر ليكيليبر راه كاين لي لوا يونيفرسال دو لا في الاخذ والعطاء نعطي ماشي باش انانيين مره في الصراحه نعم لاباس الا كنا انانيين شي شويه مره سي با غراف مره سي بون دو سو سونتير امبورطون جو مي فالوريز نفيق في الصباح جو مي فالوريز جو سوي ان بلوس جو سوي عندي اون فالور اجوتي لا سميتو في الحياه ديالي ولا في الحياه ديال وليداتي ولا الحياه ديال لا في بروفيسيونيل دونك جو مي فالوريز باش ما نطيحش في هذاك ما نمشيش في داك الاكتئاب ما نمشيش في لونغواس ما نمشيش في ستريس جو في لو مومون بريزون اوجوردي كيس كومون جو بو لو فيف او ليو كو جو مي لانس ولا جو مي بروجيت بوكو في لافنير نخليو كل واحد عنده الدومين ديالو لي ميديا عندها الدومين ديالها عندها سميتو مي موا جو موكوب دو موا كوم بيرسون كوم بيرسون انتيير الصدق النقاش معكم زوين بزاف 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 انا ما ساخياش به ولكن لما كان كدور بسرعه والوقت كيطير غادي نرجع عندك لاله حنان لاله حنان حنا دابا عارفين باللي قرب نخرجوا من الحجر يعني دابا راه حنا دزنا لمرحله التخفيف الاولى مثلا تقريبا 5 ولا 6 ديال المدن اللي غيبقاو في مرحله التخفيف 2
ما عرفناش شنو غيوقع كيفاش غنتاقلموا مع الموقف، ولكن كوميم غترجع شي شويه الحياه لبلاصتها، غنرجع نشوفوا بزاف الحوايج اللي بشكل طبيعي ولكن مع اتخاذ التدابير. شنو هي النصائح اللي تقدري تعطينا في ختامي، وشنو خاصنا نديروا باش نخرجوا من هذا الخلع، نخرجوا من هذا الهلع، من هذا التوتر، من هذا الضغط، من هذا الستريس، اي اون ميم طون نتعايشوا مع الوضع اللي مازال طول معنا شي شويه؟ Alors pour commencer, سالي من الجملة ديالك اللي نبدأ من الجملة ديالك اللي ساليتي بها سكينة، هي التعايش. alors باش نتعايش خصني نقبل، القبول والتقبل. باش نقبل وباش نتقبل خصني نغير بزاف ديال الأفكار. كي تنعرفوا إلا غيرت الأفكار راه كيتغيروا الأحاسيس لي زيموسيون، ولا تغيروا لي زيموسيون سافا شونجي لي كومبورتمون اللي هما السلوكات. يعني رجوعا إلى الموضوع ديال الكوبل، أنا كنصح جميع الأزواج باش يعطيو الوقت لراسهم. لو ديفورس سي با سو ني بلو لو ترومبلمون دو، انا ماشي كندعي ادعو يعني للفراق، ولكن ملي كنلقاو بان ان كوبل ولا ان فوي اللي غادي يبداو يخلصوا لي ديغا ديالو، هادوك لي زونفون اللي حنا كندعيو بان كندعو عليهم، ولا رحنا انا وياك بقينا مزوجين غير على قبلهم، نو يفو شونجي سيت ايدي. حنا اليوم الحمد لله كيف ما قالت الاخت مريم، حتى حنا عايشين لانديفيدواليزم، حتى حنا ولينا لا زعما لا نختلف لا عن فرنسا لا عن اوروبا ولا عن امريكا. الحمد لله هاد 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 لا تكنولوجي راه ولينا كي تيقولوا ولينا نيت قريه صغيره، يعني ولينا كيف ما كانت بشر هما على وجه الكره الارضيه في اي بقعه في الارض راه عايش بريسك لي ميم circonstances de vie. غير كنختلفوا الى سمعتي الاخوات معنا، يعني داكشي اللي كنعيشوا انا وياك في المغرب راه عايشينو حتى هما، يعني ما كاينش فرق. الوغ يفو ميو شونجي سيت ايدي. بركه علينا من كيف ما عرفتش شكون اللي قال مريم هذيك الغربه اللي يغطي الشمس، نو انا ما بقيتش مرتاح مع لو كونجوان ديالي، ولا انا ما بقيتش مرتاحه معاه، الوغ نجلسوا ا تابل اون بوز لي كاتر فيريتي ديالنا. Jusqu'à quand on va chercher, on va cacher? Jusqu'à quand on va vivre ce déni? Dans la psychologie, il y a ce qu'on appelle le déni, l'inkar. L'inkar qui vient de moi, de moi, de moi, de moi, de moi, mais qui veut qu'il y ait une chose. Mais qui veut qu'il y ait une chose. D'où l'intérêt de nous revenir, c'est que je dois accepter le COVID-19. Je dois le comprendre. Je dois éviter avec le risque. حاجه اخرى هضرتي قبيله سكينه وميرسي بوكو اللي هضرتي على الاكتئاب. اي سا سي ان سوجي كي مو ترافاي فريمون، باسكو دون لا سوسيتي اكطويلمون لا ماجوريتي دي جون عايشين اكتئاب، مي ايلي ديغيزي مالوروزمون، ايلي ماكيي. اي سا سي با بيان، سي با بيان. علاش؟ يكفي اننا مع هاد الكوفيد من الاشياء الزوينه ديالو اننا اقتنعنا بان الانسان بطبعه اجتماعي، يعني كفى من الانديفيدواليزم. سي بون هضرات الاخت مريم والاخت لو نو لو بريزون ريتا هضروا على لا سوليداريتي، اي سا سي ميرفيو، سي تري 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 امبورطون. الو بما ان حنا سوليدير وعايشين هاد لومانيتي، الوغ بوركوا ريستي دون سو فوايي؟ لا من من ما نطلقش ولا من ما خصنيش نهضر، لا هو اللي اغريسيف افيك مو، الوغ جو دو نصبر. الوغ سي بون حنا ولينا مجتمع الحمد لله منفتح على جميع الاوجه، ولينا كنشوفوا ما وراء الافاق. الوغ سي ني بلو لا بين، الحمد لله كاين دي فورماسيون. كاين انا كنشوف حالات كيجيو مرات تقول لك تتجبر عندها واحد لو نيفو ما شاء الله انتيليكتويال، مي ايل في لا دون ايل في لو ديني، تتقول لك لا من على وليداتي ما نحرمهمش من با. مي نو، مي ملي كيشوف باهم تيشوف تيشوفوا لاغريسيفيتي. علاش ما نعطيش واحد الفرصه؟ انا ما تنقولش الفراق، مي تنقول واحد لا ديستانسياسيون بسيشيك، لان كاينه هشاشه نفسيه. كون ما كانتش داك الهشاشه النفسيه ما غنقولش انا هادشي، مي ملي كتكون هشاشه نفسيه كنولي نعيش اكتئاب وانا داخل الفوايي ديالي، الراجل مع مراته وانا داخل الفوايي. وباش نختم باش ما نكونوش، حيت حنا على ما شفت كلنا ديفام،
Alors, pour être quand même démocratique, alors, moi, je suis avec l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est le foyer ou elle est la femme. Ou je suis avec l'homme. J'ai vu vraiment des cas, les ou l'agressivité, les haïches. Fait le couple, il n'est pas servi, il est soumis, il n'est pas bien servi. Bon, servi, ça veut dire dans l'autre sens, le mariage, la sexualité dialogue. La sexualité dialou mais ou tenjou le mot علاش هذا الراجل il devient agressif, mais c'est normal, il est en train de s'exprimer parce qu'il n'a pas été compris. Alors كندعي جميع العيالات باش يديروا واحد الوقفه في هذا الكوفيد ويشوفوا في رجالاتهم ويحنوا فيهم ويتسائلوا يكونوا هما لي بسيكولوج pour leur mari. Pourquoi pas نجلس مع الراجل ديالي ونقول ليه اجي اتابل قول لي شنو كاين لو بروبليم فين كاين عندي المشكل اهدر غير قول لي. يقدر يكون بالحوار بلا كومونيكاسيون. كنحيي الاخوات لان لا كومونيكاسيون سي تري 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 امبورط سورتو بعدا او نيفو سيكسويل. هذه الاولى عاد نشوفوا لا حنان ربما تجي فرصه ونديروا شي حلقه سبيسيالمون على هذه النقطه هذه لانها مهمه بزاف. ودوينا مع لي كوبل ولي ماشي كوبل دابا كي غنديروا ليه جينا Il est cool, mais il doit se préparer pour bâtir avec le couple prochain. Il doit se projeter dans la vie du couple. Elle est là parce que il est moi je trouve ça extraordinaire. Et il comprend. كتعطيه دي زوتي كتعطيه مسائل اللي كيفهم تيفيق تيقول فوالا نحطو كلشي من الاول على الصراحه باسكو علاش كيجي هاد لي كونفلي منين جايين باسكو او ديبي ما كانش داك لونيون ما كانش الصراحه كنا عايشين كيف قلت قبيله في لو ديني في الانكار انا نخبع لي ديفو ديالي وانت تخبع لي ديفو ديالك مي ملي كنتلاقاو وكنولدوا الاولاد كي بي ابري سي لي زونفون. Alors pourquoi malul? علاش دابا انا اللي تعجبني دائما سكينه وسمحوا لي الا سي فري سي لوان دو نوتر تعجبني لا في كونجوغال ا دو شي لي اوروبيان على حسب الامثله اللي شفت في الواقع تيطلقوا مي تتبقى داك لاميتي. علاش؟ باسكو يافي لو ريسبي من لو ديبي باسكو يافي لا فرانشيز من لو ديبي سي فري ما بقيناش فاهمين sexuellement ou là matériellement ou là socialement ou là intellectuellement, mais on a gardé toujours ces repères du premier jour avec le respect ou avec mutuel. Ce qui fait mieux de faire quoi, c'est de voir où est chaque jour où est chaque jourjet où d'ailleurs chacun sa vie et chacun ses enfants ou un jour ça le couple jumeau هو ومراته هي راجلها بوليداته et avec les enfants du premier mariage. Ben c'est extraordinaire ça. Où on trouve ça? Au Maroc? Ça m'étonne. Alors, il vaut mieux comprendre, c'est tout. غيتا نصيحتك لينا كيفاش نخرجوا من هذه الوضعيه اللي حنا فيها. ربما حنا نقاشنا اليوم راه شمل بزاف ديال المواضيع اللي هي ضرات بزاف ديال الناس في هذه المرحله هذه او اللي خلات الناس تفكر في هذه المرحله هذه فيها. بالنسبه لك شنو هما لي زوتي اللي نقبطوا بيدينا باش نخرجوا من هذه الازمه هذه؟ بدات قبيله لا مريم قالتها بان لو ميليو ما نقدروش نبدلو لو ميليو. دونك لو طراي اللي غادي نديروه هو لو طراي اللي غادي نديرو مع راسنا حنايا كل واحد مع راسه. بارابور لهذا الكوفيد دونك كاينين ميدسان لو بريزيدون ديالنا هنايا فرنسا قال بان فوالا سي ان انمي اون ان غير يو دي مو يوتيليزي لي زعما سي تري تري غراف تري لور تري تري فور اي دوتر دي ميدسان كي اون بوتيت ريبري اي دوتر كي اون دي بالعكس واحد ياخذو كوم ان امي باسكو alors كل واحد عاوتاني اون ريسبكت عاوتاني كل واحد لا فيزيون دي شوز بيان سور هان افيك اون بران لي شوز افيك برودونس مي علاش ان امي باسكو سا فا نو بيرميتر دو بحال اللي قلتو دو نو كيستيوني على راسنا الواحد يفي لو بوين افيك لوي ميم. شحال من سالاريي دون لور بوست بدلو ايزو دوتر بروجي دابا دو كارير دو ريورينتاسيون دو علاش حيت شحال ديال لي ميتي دابا اي سو سون روندو كونط كو لاش صالحين. Et il y en a, ils se sont posé la question pendant le confinement.
ديال دوني دو سونس ديال لو طراي اللي كنديرو حنايا. كاينين بزاف قالوا مو جي انفي دو فير ان طراي كي ا دو سونس دو بوفوار ابورتي لوتر لو كوتي هومان لو كوتي. يقول لك انا هنا كنخدم اما في الفينانس ولا في اي حاجه من دي دومين لي دابا بدل الكونفينمون ما بقاوش اكزيست با ما بقى عنده اوكان سونس. كل شيء رجع الصحه ديالو لامبورطونس دو لا فامي لامبورطونس ديال لو ريلاسيونيل لامبورطونس ديال الصحه بسيشيك اي فيزيك زعما كلكو شوز زعما الصحه النفسيه والجسديه كتبرز اكثر علاقتنا العائليه الاسريه رجعنا للطبيعه البشريه اللي تخلقنا من اجلها. اكزاكتومون داكشي من الاول لا باز دابا بارابور دوك هذا دوك هاد لا فيزيون ديال نشوفوا بحال صاحبنا انا مي اللي غادي يعلمنا على راسنا وغادي بخون دي شوز على راسنا سور نو ميم دونك يا دي روميز ان كيسيون و جوست باغ بحال اللي قالت توتالور لحنان غندوزو هذا دونك سي فاسيل سي توجور فاسيل ا دير لاكسبتاسيون لو فيروس اللي لا خاصنا نتعلموا نعيشوا معاه ما غاديش يغبر كوم سا دو جور او لاندوما بوتيت حتى واحد ما عارف كومون لي شوز فون ايفولوي كيفاش هو هذا الفيروس غادي يفا ايفولوي واش يفا موتي واش يفا ريستي باراي واش اون فا ايتر سوفيزامون دو بيرسون كي فون ايتر كونتاميني باش غادي تكون ديك ليمونيتي وغادي يرجع بحال ان فيروس غادي يرجع دو فاشون سيزونيير هادشي حتى واحد ما عارفو. مي لا سول شوز يكون واحد يكون واعي بانه داكشي راه كاين كي بخان سي بريكوسيون اي واحد الحاجه عاوتاني اللي بغيت غير بارونتيز ابري كل واحد عاوتاني ولا كرويونس ديالو داكشي هضرنا بزاف على لاتانت ديال هذا اون سوليوشن اكستيريور الناس كيتسنى الدواء الناس كيتسناو لو فاكسان الناس كيتسناو بحال سافا ايت خلاص جالسين بالخلعه فيهم وغادي يتسناو لا سوليوشن كي فاريفي دو لاكستيريور الواحد اللي خاصو داك لي ميديكامون اون اف يقدروا يداوي يقدروا يعالجوا يقدروا يجيبوا بوكو دو مي لي فاكسان راه حنايا عارفين بانهم سا فونكسيون با 100% يقدر الواحد يكون فاكسيني باغ لا غريب واخا هكاك الى لا غريب. دونك الواحد يتخافاي اوسي على صحته سور ليمونيتي ديالو اي بروندر فوالا سي بريكوسيون والواحد يتهلا في راسو فريمون لا بروميير دي شوز ويرجع على فريمون على لي شوز اسانسييل افيك بريدونس بيان سور ان ريسبكتون كاع لي جيست وكاع الحاجه بور بروندر سي بريكوسيون. الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك لاله مريم راك شنو هما لي زوتي لانه ربما الكوتش كيشتغل معنا بالاليات اولا ببعض الادوات اللي انت كتاخذ فيها القرار واش غادي تقضي الغرض ولا خاصك تمشي لمرحله اخرى وتجه للاخصائي النفسي بطبيعه الحال. الوغ شنو هما الادوات اللي غنقبطوها في يدينا باش نخرجوا من هذه الازمه هذه خلاص من الهضره ديال غيتا يعني صافي ولا الهضره ديال حنان خاصنا نتقبلوا الوضع هذا الشيء اللي عطى الله احنا ما عرفناش شنو غيوقع من بعد مي خاصنا ندخلوا لدماغنا المبدا ديال هذا الشيء اللي عطى الله الفيروس هنا واخا نتعالجوا منه كاع واخا يكون الفاكسين واخا يكون الدواء راه هو هنا يقدر يجي يمكن اليوم كيجينا صعيب ولكن غدا يمكن يولي بحال غريب عاديه او يولي مثلا بحال الوليدات ملي كتجيهم بوشويكه ولا بوحمرون ولا راه ما كيجي كيجي اقل الاضرار خاصه ديالو ويمشي حنا مع نفسيتنا خاصنا نحافظوا على 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 على, 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 على الاحتياطات الاحترازيه نديروا البافيت ديالنا نبعدوا متر ونص على الناس ونغسلوا يدينا لو ماكسيموم هادشي خاص هادشي دخل في الروتين اليومي ديال حياتنا ولكن حنا نفسيتنا كيفاش نغسلوها كيفاش نخرجوها من هادشي اللي حنا فيه. وي توت ا في توت ا في ريزون سي بو رانشيرير ان تي بو سكو لا دي للحنان ولا لغيتا ولا انت للسكينه على لاكسبتاسيون دي فوا جوست بور فوا pour boire un verre d'eau. Si moi j'accepte pas de boire avec le verre d'eau, et bizarre il y a chez واحد, la marée d'eau je me dis, je ne serai pas à l'aise. Donc et situation j'ai négatif ou la positif, ça dépend pour le degré ديالها. خصنا نكونوا في واحد le mood ديال l'acceptation. L'acceptation qui تعالج. Il y a كاين des problèmes اللي ما عندهمش la solution. كاين des problèmes اللي خصنا نتعايشوا معاهم. OK des problèmes les endo solutions khasni kifach chno homa les lunettes que j'ai porté envers la période ديال هاد le confinement ou la la sortie ديال هاد des confinements est-ce que واش تنقول انا OK la vie elle a arrêté là حياتي وقفات j'ai perdu mon travail j'ai perdu le contact familial مع عائلتي ولا مع الناس ديالي donc
بحال سي لا فان دو موند ايكوت و جو ن بو با اتيندر مون اوبجيكتيف لو ديلي اللي عطيت لراسي نقول اوكي سي كوريك سي 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 اون بيريود باساجير و اي مشكل ني با ايترنيل كل سيتوياسيون كيدوز كلشي تيدوز كلشي تيدوز دونك جو لو برون افيك مي لونيت ديسبوار افيك مي لونيت ديال لو كوراج اوكي اون 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 قوي جو مي فالوريز او نيفو دو مي كاباسيتي عندي لا كاباسيتي ديال الصبر واو بوندون 3 موا وصبرت وحنا قربنا نخرجوا منها دونك شوف ان تي بو لو كوتي بوزيتيف جو في لو مومون بريزون ديال دابا مع وليدات نشوف غير ديك الضحكه ديال 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 وليدات اللي ما كانش عندي الوقت نشوفها دي فوا جو اون سو رون ميم با كونت داك لو نون فيربال ديال لو كونجوين ولا لو نون فيربال ديال ديال الوليدات ما حنا مخودين فواحد العجله اللي اللي اطول لي جوغ 24/24 وحنا دي فوا الخدمه دي مشاغل ديال الحياه لا ماتنون سي اون بوز شنو هي لا لوسون اللي غنخرج بها من هذا لو كونفينمون لان كوميم 3 موا 3 موا خرجت كنقول اوكي خرجت بواحد لا كاباسيتي ديال الشجاعه عندي تقوات اولا الصبر عندي تقوه اولا لا باسيونس عندي تقوات مع ولادي اولا مع لو كونجوين كيف قالت لالا حنان كاينين شي حوايج لي كونطون لي زيكسبريم با كل شوز كون اكسبريم با سامبريم على الانتيريور دو نو وكتخرج كتخرج بدي مالادي كتخرج بدي كومبورتمون واحد السلوكيات واحد لاغريسيفيتي بواحد سميتو دونك جو مي فوكس سور جو شوازي مي شان دانفستيسمون انا جيم با دير مي شان دو باتاي لان الحياه اوكي فيها دي هو دي با يا دي ديفي ا ريلفي مي جيم با اوتيليزي دوك لي مو ديال ان شان دو باتاي بحال في الحرب مون شان دانفستيسمون فين بغيت نمشي خاصني اوكي لو بروبليم اي لي لا است كو جو فو ريستي في لا زون دو بروبليم اولا نمشي لا سوليوشن جو ندي با كو جو في تروفي لا سوليوشن دو جور او لاندومان مي غير نعود الدماغ ديالي ومي شيما ديالي يخدموا باش نلقاو دي سوليوشن نعودهم دو جور او لاندومان كنكون في واحد لا زون سوليوشن وكنكون في واحد لي شيما اللي كيمشيو pour trouver des stratégies, des meilleures stratégies. Finalement, j'ai un exemple, j'ai 55 ans. Je suis en train de faire des objectifs de la liberté, les ressentis comme personne. Mais j'ai l'objectif ou l'objectif de la liberté comme personne, personnel. Parce qu'on a un objectif personnel, parce qu'on a une personnel, parce qu'on a du temps pour nous personnel à moi خاصنا نتهلاو في راسنا باش نقدروا نعطيو باش نقدروا نعطيو لان فاقد الشيء لا يعطيه الا كنقول انا غير فيربالمون لولدي ها اللي دير وها اللي دير وها اللي دير كي مو جو في با جو نو باس با لاكسيون سا نو مارشيرا با لان كيشوفوا انه يموديليز لي بارون في اون دو موديليزي الناس اللي نجحوا في شوما الخطوات اللي دازونا في اون ميم طون اون موديليز لي زيشيك ديال الناس باش ما نطيحش فيه باش ما نطيحش في داك الشيء والحمد لله كاينين دي ريسورس كاينين دي بيرسون لي كاليفيي لي داروا دي كيف كنقول زعما فهاد الدومين الاختصاصات النفسيه كاين مختصين اللي عطاو دي لايف غراتويتمون كاين اللي واكبوا ناس اللي كان عندهم لونغواس كان عندهم لو ستريس كان عندهم بزاف ديال الحوايج نيجاتيف وما قدروش يتأقلموا مي هاد الناس ديال الاخصائيين النفسانيين سي كوم اون بوفي ديسبوار اون بوفي دوكسيجين تيقول لك كاين الامل راه ما تقولوش الامل ماشي كلشي نوار كاين دي زون روز ماشي نقول غريز كاين دي زون روز ميتون لي لونيت نديرو النظارات لان كل واحد عنده النظاره ديالو كي سا شونج شونج on change dit que la force de la vue le cadre qui est le même le cadre c'est nos valeurs c'est notre cœur tabiste n'est pas insigne qui fait la solitude quand on a nos bardiatna quand on voit bardiatna quand on sait bardiatna qu'est-ce qui est la base qui est là c'est pas juste notre bel un petit peu شي حوايج اللي كاينو فون ركولي ان تي بو اون اريير كي نزيدو القدام ان شاء الله
صراحة ما سخيت بكم وتجاوزنا الوقت المخصص للبرنامج، ولكن كان لقاء ممتع وشيق جدا معكم. للي اختكم على كل هذه المعلومات، كان بغي نشكرك للا مريم منديلي كوتش العلاقات الأسرية والبرمجة العصبية، شكرا لك على هذه الجلسة الرائعة، شكرا لكم على الطاقة الإيجابية اللي عطيتوني. للا اختكم، شكرا لك للا مريم. ربي خليك. الله يحفظك. كنشكرك على حنان وللا غيتا، وكنشكرك حتى انت اللي جمعتينا. صافي بليزير نلقاو النساء المغربيات بهذه الكفاءات وبهذا التشجيع، وفي اوني فاد لافون اوني فاد لافون اليزي. الله صافي شوط. لالا اختك شكرا لك لالا مريم. كنشكر ايضا الاخصائيه النفسيه لالا غيتا اجار على مشاركتك معنا. لالا اختك لقاء ممتع جدا معكم، وسهرناك شي شويه سمحي لنا، ولكن اكيد انه كنت سعيده جدا بالمحاوره ديالك. شكرا جزيلا لك لالا غيتا. شكرا شكرا بزاف على الدعوه، والله الا زعما سيتي مومون تري اغريابل، تنعجبني الحال هكا ديشانجي معاكم. شكرا لسكينه اللي جمعتينا، و زي بيرمي هاد لوكازيون هادي دو بوفوار بارطاجي ديسكوتي كل وحده افيك سون روغار سون اكسبيريونس وداكشي. دونك شكرا شكرا بزاف. لا اختك بارك الله فيك. كنشكر ايضا الاخصائيه النفسيه لاله حنان الشاوي، شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه لاله حنان. لاله اختك نقاش جد ممتع معاك، وان شاء الله اكيد انه نتلاقى فرصه قريبه باذن الله. مشكور جزيل الشكر، ونتمنى ان شاء الله انه خروجنا من هذه التجربه نخرجوا منه بنتائج ليا كبيره ايجابيه ان شاء الله. لاله اختك شكرا لك. شكرا لك انت سكينه، وشكرا الاخوات، وكي قالوا صافي فريمون ان غران بليزير lorsqu'on voit des femmes comme ça, avec ce calibre, avec ce savoir scientifique. Vraiment bravo et chapeau pour vous tous. Et surtout vos fois. الله يحفظك ليا. الله يحفظك ليا حنان، شكرا جزيلا لكم. كان لقاء ممتع جدا معكم، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه نتلاقاو علاش لا قريبا ان شاء الله. لاله مريم الى جات من كندا، ولاله غيتا ايضا، لاله حنان نتلاقاو خلاص راح نحلو بعدياتنا. مرحبا، واكيد انا غنكون فرحانه بزاف باش نتواصل معكم بشكل مباشر، وتشرفت بزاف بالمعرفه ديالكم. لاله اختكم. اكيد مشاهدينا الكرام ان هذه الجلسه كانت جلسه عندها خصوصيه، وكانت تفاصيل اللي هي كثيره كتمحيتنا، وشنو اللي كينتظرنا من بعد. يمكن البعض منكم غيقول هذا الكلام كيفاش يمكن يفيدني، والبعض الاخر غيقول كيفاش نقدر نطبقه، والبعض الاخر غيقول الازمه ديالي اقصى من انني نفكر في الجانب النفسي. ولكن انا كنقول لكم باللي هذا الكلام كله اللي درناه، جربوا تحطوا ورقه وستيلو وتكتبوا اشنو اللي خاصكم وشنو اللي عندكم وشنو اللي خسرتوه. جربوا انكم تقبلوا الفكره ديال تعايشنا مع كوفيد 19، جربوا انكم تسمعوا كلامنا بقلوبكم، وتحاولوا انكم تعايشوا معاه على المستوى النفسي ديالكم. وديك الساعه نتسنى الاجابات ديالكم، لان اكيده انها غتكون ايجابيه، لانه كلنا وبدون استثناء كنحتاجوا للدعم النفسي، وكنحتاجوا اللي ساعدنا واللي عطينا يد العون. واحيانا راه غير بالكلمه يمكن تغير بزاف الحوايج، وحنا راه كنعرفوا باللي الكلمه الطيبه هي صدقه، فما ادراك انه الانسان يفكر في دواخله النفسيه، اكيد انها شي حاجه اللي مهمه بزاف، وشي حاجه اللي كبيره خاصة من مورا هاد التجربة اللي عشناها. كنبغي نشكر كريم نايتسي في الإشراف التقني والإخراج، أيضا كنشكر إسماعيل كحلاوي ويونس وحيدي في الجرافيزم، كنشكر أيضا محمد مبارك معنا في تنسيق الحلقة. تحية لكم، أوفي أنا أعود ألقاكم أربعاء المقبل. دمتم في رعاية الله، أمسية سعيدة، وإلى اللقاء.